بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم قناة بانوراما للأعمال الخشبية. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد ومعانا ركنة مودرن. بس يا ريت ما تنسوش يا جماعة تعملوا لنا لايك للفيديو، واللي لسه ما اشتركش يشترك ويدعمنا إن شاء الله. في المقطع اللي معانا ده نقدم لكم ركنة موف في رصاصي. طبعا هي ركنة مشغولة وفيها كلمة زي ما حضراتكم شايفين ان اليدات دوران وان اليد متقسمه مربعات وفيها مسمار نيكل في الفواصل بين المربعات زي ما حضراتكم شايفين. كمان في كرمه في منتصف كل كنبه، يعني كل كنبه عاملين فيها كرمه. الكرمه طبعا حضراتكم عارفين برضو عاملين فيها زرير نيكل. الصدر كمان صدر الركنه عاملينه برضو زي ما حضراتكم شايفين كرمه رصاصي في موف، يعني مدخلين اللونين في بعض زي ما حضراتكم شايفين كده. وكمان عاملين فاصل بين الكرمه والظهر اللي هو الموف، عاملينه يعني ساتر كده او فاصل مشجر. الشلته اللي احنا بنقول عليها برضو عاملينها وش مشجر ووش موف، بحيث لو حبينا نقلبها كلها موف ونخلي اللون قافل نقلبها على الموف، لو حبينا نخلي مثلا فيها ديكور نقلبها على المشجر. ده اليد زي ما حضراتكم شايفين من الخارج ما شاء الله تقسيمها جميلة جدا وبسيطة. ده الصدر زي ما بقول لحضراتكم، ده الصدر اهوت صدر الركنة عاملينه لونين عشان يدي شكل برضه. كمان ده اليدات اهيت في الفاصل عاملين زرير نكل من ورا الركنة زي ما حضراتكم شايفين. التقفيل ما شاء الله الشغل متقفل كويس جدا، مفيش مسامير ولا دبيس باينة ولا أي شيء. طبعا احنا بنتعامل مع منجد ما شاء الله يعني من المستويات العالية جدا. الركنه زي ما حضراتكم شايفين الوانها جميله جدا متناسقه مع بعضها، وطبعا الالوان لما تكون متناسقه بتبقى جميله جدا. والاسفنج طبعا كثافه 35. وفي النهايه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا اللي لسه ما اشتركش. والسلام عليكم.